الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله. أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب التحفة السنية في شرح الآجرومية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في يوم الأحد 22 من صفر لعام 36 و400 ألف، الموافق 14 من الشهر 12 لعام 14 و2000، وما زلنا في عايش الجوازم. عرفنا أن من الجوازم ما يجزم بنفسه وهو أن ولن وإذن وكي، وإنهما يجزم بأن مضمرة بعده جوازا، ومنها ما يضمر ما ي... 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 نعم إنه ما هو لا حاستهل من الآن في الجوازم صح. نعم، الجوازم منها ما يجزم فعلا ومنها ما يجزم فعلين، وقد ذكرنا ما يجزم فعلا واحدا وهي جوازم فعل واحد لم ولم وألم وألم ولام لام الأمر ولام الأمر والدعاء ربنا لا تؤاخذنا صح، وفي النهي والدعاء وإن ومن وما تدرس اليوم صح. إن نعم، القسم الثاني ما يلزم فعلين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. اللهم آمين. قال رحمه الله تعالى وأما القسم الثاني وهو ما يلزم فعلين، ويسمى أولهما فعل الشرط وثانيهما جواب الشرط وجزاء، وهو على إذا قيل فعل جواب الشرط أو جزاء الشرط هو شيء واحد. يعني مو تسمع واحد يعرب يقول جواب الشرط، يقول لا جزاء الشرط، هو جزاء الشرط هو جواب الشرط، وهو الفعل الثاني المترتب على الأول. إن تدرس تنجح، النتيجة تنجح، الجزاء تنجح، الجواب تنجح. إن تدرس هذا فعل الشرط، تنجح جواب الشرط أو جزاء الشرط. نعم، فهو على أربعة أنواع: النوع الأول حق بالاتفاق، والنوع الثاني اسم بالاتفاق، والنوع الثالث حق على الأصح، والنوع الرابع اسم على الأصح. أما النوع الأول فهو نعم كم من يعني حرف باتفاق وبعد اسم باتفاق، حرف الأرجح أنه حرف، اسم الأرجح أنه اسم. نعم، هذا كلها تجزم فعلي. الأول يسمى فعل الشرط، الثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط. نعم. قال أن النوع الأول فهو إن وحدة النحو إن تذاكر تنتهي، فإن حرف شرط جازم باتفاق معاه يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، تذاكر فعل مضارع فعل شرط مجزوم به، وعلامة جزمه السكون، وفعله ضمير مستتر فيه وجوما تقديره أنت، وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم به، وعلامة جزمه السكون، وفعله ضمير مستتر فيه وجوما تقديره أنت. نعم، عرفتم هذا الإعراب؟ حاول تعيد مرة ثانية غير لا تنظر الكتاب. نثبت أين واصلين؟ قال اعرف إن تذاكر تنجح، إن حرف جزم جزم وشرط تذاكر فعل فعل الشرط فعل ماضي. أول ما تقول فعل انظر هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر. فعل مضارع، مضارع أصلا. الآن إحنا موضوعنا كله إيش في المضارع، لأنه يجزم يعرب أصلا، أما الماضي والأمر فكله مبني صح.
فتذاكت على طول تقول فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بإن بإن الشرطية. نعم. وعلامة جسمه السكون. السكون ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر. ظاهر على آخره. أما قلت فعل أين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أنت بارك الله. كمل. تنزح. تنزح. أنت. مفعول به؟ لا. الحين موضوعنا إيش قاعد ندرس إحنا الآن؟ الحروف التي الجوازم تلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط أو جزاء الشرط. إذن هو فعل. فعل مضارع. أيوة. فعل مضارع مجزوم. أيوة. بأن. بأن. بأن الشرطية. أي. بأن شرطية وعلامة جزمه. لماذا مجزوم؟ لأنه جواب. جواب الشرط. أيوة. علامة جزمه. علامة جزم السكون. الظاهر على آخر. أين الفاعل؟ أنت تذاكر. ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. تقديره أنت. نعم. كمل. وأما النوع الثاني. قال وأما النوع الثاني وهو المتفق على أنه اسم تسعة أسماء وهي من وما وأين ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما. فمثال من قولك من يكرم جاره يكمل ومن يذاكر ينجح. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثال ما قولك ما تصنع تجزى به وما تقرأ تستفيد منه. هذه ايش؟ أسماء بالاتفاق. من وما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيف. إذا جئت تعرف ايش تقول؟ تقول من اسم شرط. من اسم شرط. بينما ايش قلنا؟ إن حرف شرط. أما من اسم شرط. طيب من اسم شرط يلزم كم فعل؟ فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جوابه أو جزاؤه. نعم. وقوله تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. أعرف الواو حسب ما قبله. ما موضوع الدرس؟ ما اسم. اسم إيش؟ اسم شرط يلزم فعلين. نعم. تنفقه فعل مضارع. ما اسم شرط جازم يلزم فعلين. مرفوع منصوب مجزوم مبني شو اللي فيها؟ ما نفسها منصوب مجزوم هي تجزم مش مجزومة. هي تجزم فعلين لكن هي بنفسها. اسم ايش؟ الاسم هذا مرفوع منصوب مبني مجرور مكسور ايش اللي فيه الاسم؟ ما شوف شو على ضمة كسرة فتحة سكون شنو عليها؟ نون توكيد محذوف النون حذف النون حذف حرف العلة ايش هذه؟ ما أول واحدة هذه مات وما تنفق من خير يوفى لكم. ما قلت اسم شرط ايش فيه؟ مجزوم مرفوع مبني مكسور متعور ايش فيه؟ مرفوع. شوفها انظر. ما مبني على السكون ما يبي مطوع. ما مبني على السكون صح؟ مبني على السكون. طيب ما طيب تنفقوا فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه الأسماء. أنت تقول فعل شو من الأسماء؟ لأنه من أفعال خمسة. أفعال خمسة لأنه من أفعال خمسة. الواو الواو الفاعل ضمير ضمير تصل في محل مبني مبني في محل لا في مبني على ماذا؟
مبني على ماذا؟ الجزم. لا، مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع. عيد الواو. أعد أعد الواو يا شراب. لا لا، نفسها اللي توك عربتها. أعد الواو نفسها. إيه، واو ضمير. واو ضمير متصل في محل مجزوم، في محل مش مجزوم، مبني على السكون، مبني على السكون في محل رفع. تمام. من حرف جر، خير، اسم مجرور من، علامة جره كسرة. شوف هذه فيها وما تنفقوا، فيها ألف بعد الواو، إيش هذا سمى؟ ألف الجماعة. لا، سمى فارقة. فارقة. أي يعني هاي تميز لك إن هذه واو جماعة. طيب. من حرف جر، خير، اسم مجرور من، علامة جره كسرة. اسم مجرور بحرف الجر من، علامة جره الكسرة. ظاهرة ولا مخفية؟ لا، ظاهرة. ظاهرة على آخر. ظاهرة على آخر. طيب. وفى فعل. فعل ماذا؟ أمر ولا مضارع ولا ماضي؟ فعل مضارع. فعل مضارع. طيب. فعل مضارع. مرفوع، مجزوم، منصوب، ها؟ مجزوم. مجزوم. ما الذي جزم؟ جزم اسم ما. مجزوم. اسم الماء الشرطية. الشرطية على أساس جزمتهم؟ لأنه لأنه فعل الشرط، لأنه جواب الشرط، أو لأنه جزاء الشرط. إذا فعل مضارع مجزوم بما الشرطية. علامة جزمه يوفى. علامة جزمه، شوف تأملها. يوفى مو لا تشوفه. طيب اسمعها، في طلاب علم عميان ما يشوفون، علماء بعد. يوفى. طيب ما المضارع؟ ما الماضي من يوفى؟ الماضي اي وفى. والمضارع ها وفي. يوفى. طيب والمضارع مجزوم آخره ألف، فعلام جزمي حذف حرف العلة. إذن مجزوم على حذف حرف العلة الألف. كم إليكم فعل مضارع يوفى. يوفى هذا فعل مبني للمعلوم أو مبني لما لم يسمى فاعله. يوفى صح. طيب أين نائب الفاعل؟ مستتر. ضمير مستتر، تقديره هو. طيب كم إليكم، كم كلمة هذه إليكم؟ إلى حرف جر. إلى وكاف وميم صح؟ إلى حرف جر. إلى حرف جر. والكاف؟ والكاف ضمير متصل منفصل؟ متصل مبني على السكون. لا، إليكم كو. مبني على الفتح. على كو. الضمة. أيه. مبني على الضم. في محل؟ في محل رفع فاعل. فاعل. أنت قلت إلى حرف جر. أنت اللي قلت في محل جر اسم مجرور حرف جر. لا مو إضافة، مو تقول إلى حرف جر. طيب شلون إضافة؟ اسم مجرور حرف الجر إلى، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور بحرف الجر إلى. والميم؟ لا مو الجماعة، علامة الجمع. في واو جماعة، علامة الجمع. طيب وما تنفقوا، الواو هي الفاعل، أين المفعول به؟ يقول ما هي المفعول به مقدم.
أي. أي. هي في محل نصب مفعول به وهي شرطية. طيب كمل. قال المثال أي كتاب تقرأ تستفد منه. أعرب يا مشاري. أي اسم شرط جازم، اسم شرط جازم لفعلين، نعم، مبني مرفوع منصوب مكسور على ماذا؟ على الفتح، صح، الله على آخر. أي وهو مضاف وكتاب مجرور بماذا؟ بالإضافة أو بالمضاف، مجرور بالمضاف علامة جره تقرأ تستفد. تقرأ فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر. نعم، مجزوم باسم الشرط وعلامة جزمه السكون الظاهر آخر. تستفد. طيب تقرأ أين الفاعل؟ مو قلت فعل، أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره وانت، صح. تستفد، تستفد فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه ومجزوم علامة جزمه ومجزوم بأي وعلامة جزمه السكون الظاهر الداخلي، صح. والفاعل ضمير مستتر جواب وجوبا تقديره وانت، من هو؟ من هو؟ من حرف جر ضمير متصل ضمير متصل مبني على الظن في محل جر حرف جر، صح، بارك الله. كمل. وقوله تعالى، وقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، نعم. ومثل متى قولك متى تلتفت إلى واجبك تنل رضا ربك، متى تلتفت إلى واجبك تنل تنل رضا ربك. أعرف متى اسم شرط مبني على السكون، صح، اسم شرط مبني على السكون جازم لفعلين، جازم يزيد، صح. تلتفت فعل مضارع مجزوم بحتى بمتى وعلامة جزمه السكون، نعم، فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بمتى علامة جزمه السكون، ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر، ظاهر، نعم. الفاعل ضمير مستتر صح إلى حرف جر لا محل له من العراق، طيب واجبك، واجبك واجب اسم مجرور بحرف جر إلى علامة جر هي الكسر الظاهر على آخره، والكاف ضمير متصل مبني واجب وهو مضاف، هو لا واجب وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على السكون، لا مبني على الفتح، الفتح، نعم، في محل جر بالإضافة، صح. تنل، تنل فعل مضارع مجزوم بمتى وعلامة لا، أول شيء يقول تنل، يقول إيش؟ يقول جواب الشرط، جواب الشرط، صح، فعل مضارع، كمل، وهو جواب الشرط مجزوم بمتى وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، صح. تنل رضا، أين الفاعل؟ ربك، لا تقديره أنت، وجوبا أو جوازا؟ وجوبا، تقديره أنت، طيب رضا، تنل أنت رضا، رضا، سبحان الله، تنل رضا، أنت تنل رضا، مفعول به، صح، وهو وهو مضاف، ربك مضاف، ربي ربك، ربك مضاف، لا مضاف إليه مجرور، مجرور بماذا؟ مجرور بالإضافة أو بالمضاف علامة جره، وهو مضاف أيضا، والكاف ضمير متصل مبني على الفتحة
ظاهرة على آخره في محل جر بالإضافة. بارك الله. طيب كمل. وقول الشاعر أنا ابن جلى وخلاع الثنايا متى أرى يا إمام تعرفوني. ومثال أيانا قولك أيانا تلقني أكرمك. أيانا تلقني أكرمك مو أكرمك، أصل موضوعنا إيش الجزم صح؟ أكرمك. يلا أبا محمد أيانا تلقني أكرمك. أيانا اسم شرط، اسم شرط جازم لكم فعل فعلين. طيب أيانا اسم شرط جازم لفعلين صح. مبني على الفتحة الضائعة صح. تلقني بعد المضارع طيب هذا الفعل فعل الشرط ولا جواب الشرط ولا جزاء الشرط ولا فعل الشرط؟ طيب مجزوم، مجزوم بماذا؟ مجزوم بالياء. لا مجزوم بالفتحة. لا مجزوم بالفتحة. ما الذي جزمه يعني؟ جزمه اسم أيانا. إذا مجزوم بأيانا التي تجزم كم فعل؟ فعلين، وهو موضوع الدرس. أيانا هي التي جزمته. طيب علامة جزمه يلا شنو آخر الكلمة هذه؟ تلقني تلقني آخر حرفة ها؟ آخر فعل إيه؟ لا يلقى إيش آخرها؟ ألف. يلقى آخرها ألف لما جزمت. إذن هو مجزوم بأيان علامة جزمه حذف حرف. أعيدها مرة ثانية. إيش أصلها؟ أصلها تل. يلقى آخرها ألف. لو جزمتها لم يلقى محذوف الألف. هنا مجزوم أيضا بس مش بلم، مجزوم بأيان تلقى. مجزوم بأيان وعلامة جزمه حذف حرف علة لأنه معتل الآخر صح. النون للوقاية. النون للوقاية. الياء ضمير متصل مبني. مبني على السكون. احنا قلنا قاعدة الضمير إذا كان متصل بالفعل يعرب ماذا، وإذا كان متصل بالاسم ماذا يعرب؟ بالفعل يعرب مبني نصب. إيه مفعول به يعني يكون إيش في محل نصب مفعول به. طيب أكرمك. أكرم فعل مضارع. فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. مجزوم علامة جزم السكون. إيش موقع من الإعراب؟ جواب الشرط ولا جزاؤه؟ جواب أو جزاء الشرط صح. فعل مضارع جواب الشرط. فعل مضارع هو جواب الشرط مجزوم بأيان علامة جزمه سكون. ظاهر والمقدر. طيب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به صح. كم وقول الشاعر فأيانا ما تعزم به ريح تنزيل. ومثال أينما قولك أينما تتوجه تلقى صديقا. أينما تتوجه تلقى صديقا. طيب أعرف أبا عبد اللطيف. أي اسم شرط جازم لفعلين. أين؟ أي اسم شرط جازم لفعلين صح. هي أصل أين ما هي أصل أين، وهذه ما زائدة أخرى. أي طيب توجه في المضارع مزوم بأين وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط.
طيب توجه فعل مضارع فعل الشرط، فعل مضارع وهو فعل الشرط مجزوم بأينما علام جزمه سكون. نعم. والفاعل ضمير مستتر قديره أنت. نعم. تبقى فعل مضارع وهو جواب الشرط مبني على السكون. تبقى فعل مضارع مجزوم حق. طيب هذا يقول أينما تتوجه فيها هاء مدغمة فيها، ثانية تعرف مفعول به، الفاعل ضمير أنت، تلقى هذا الفعل الثاني اللي هو جواب الشرط مجزوم بعينما علامة جزمه لأنه معتل الآخر. الفاعل أنت صح، صديقا مفعول به اللي فيها هائن اللي هو أينما يوجهه لا يأتي، يوجهه لا يأتي بخير، هذا أينما توجه ما فيها لها واحدة. صديقا مفعول به منصوب بالفعل تلقى، علامة نصبه هل ضار آخر. طيب كمل. وقوله تعالى وقوله تعالى أينما يدرككم لا يأتي بخير، وأينما تكونوا يدرككم الموت. أعرف يا أبو يوسف، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت. أينما في الشرط، اسم شرط، اسم شرط، اسم شرط. ليس فعل الشرط، فعل مضارع فعل الشرط منصوب مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون قبل الهاء. لا لا احنا قاعد نتكلم عن اينما تكون يدرك الموت. اينما تكون يدرك الموت، اينما اسم شرط اسم فعل تكون فعل الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه الحذف منه لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يدركهم. هذه إذا ما اعتبرناها يعني ناسخة، إذا كانت ناسخة فالواو تكون اسم تكون، عرفت؟ إذا اعتبرناها ناسخة فالواو تكون اسم تكون، لكن اعتبرناها ناقصة ناسخة يأتينا إن شاء الله. كان وأخواتها هي كان فعل ناسخ في حروف ناسخة في أفعال ناسخة، كان أخواتها كان وما دام وما زال وأصبح وأضحى يكون، أي كان وما تصرف منها، كن وكان ويكون وتكون وما تصرف منها كان وأخواتها. لا ما تجمع، هي الفعل الواو، هي الواو جمع هو الفعل، تكون تكون تكن يكون نكون أكون، هذا متصرفات فعل كان صح؟ ها؟ إذا اعتبرتها ناسخة تكون الواو هنا واو الجماعة اسم كان، إذا اعتبرتها ناقص تكون هي فاعل كان. طيب سيأتي إن شاء الله تعالى كان وأخواتها تدخل على الجملة الاسمية، كان الله غفورا، أصل الجملة مبتدأ وخبر الله غفور، كان الله غفورا، ترفع المبتدأ يسمى اسمها، تنصب الخبر يسمى خبره. نعم. يدرككم يدرك جواب الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه
جواب الشرط مجزوم بأينما وعلامة جزمه السكون ظاهر على آخره. والكاف ضمير متصل مبني على عندك فعل مضارع هو جواب الشرط صح؟ مبني على السكون؟ لا مبني على الضم كم شوف فيها ضمة. نعم كمل. والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب قلبه. نعم. والميم علامة الجمع والموت فاعل مرفوع في الفعل وعلامة صرفه ضم الظهر على آخره. نعم صح كمل. ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقل يقدر لك الله مرجعا في غابر الأزمان. حيثما تستقم يقدر فعل أول يستقم فعل ثاني يقدر. نعم. ومثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة. كيفما تكن الأمة يكون الولاة أين الفعل الأول؟ تكون الأولى. أين الفعل الثاني؟ يكون. طيب يكون الولاة حاتم يكون الولاة أعرف كيفما تكون الأمة يكون الولاة. اسم شرط يجزم كم فعل؟ فعلين. المقدر من عن ظهوره؟ تخلص من الساكنين لأن الأمة أولها ساكن تكن ساكن فساكن ساكن تخلص من الأول. لا تكون الأمة فاعل تكون مجزوم بماذا؟ مجزوم بكيفما كيفما السكون التقاء الساكن السكون المقدر منع من ظهوره التقاء الساكن التخلص من التقاء الساكن. الولاة فاعل يكون مرفوع عن طرفه ظاهر آخر. طيب كمل. وكيفما تكون نيتك يكون ثواب الله لك ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغنى أغناك ربك بالغنى وأن تسك خصاصة وإذا تسك خصاصة فتجمل. وأما النوع الثالث فهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف مختلف وهو مختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه حرف فذلك حرف واحد وهو إذما. ومثاله قول الشاعر وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلفي به تلفي من إياه تأمر آتيا. وأما النوع الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم فذلك كلمة واحدة وهي مهما. ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقول الشاعر وإنك مهما تلقي بطنك سله وفرجك ما لا منتهى الذم أجمعه. سبحان الله من الشعر لحكمة. وإنك مهما تعطي بطنك سؤله مهما تنصب تجزم فعلا يعني إذا كنت تعطي بطنك كل ما شيء أي شيء يطلب بطنك تعطي حلال حرام نافع ضار يرفع ضغطك يخرب سكرك كل شيء تعطي وفرجك أي شيء يطلبه بالحلال بالحرام إيش راح يصير؟ نال منتهى الذم أجمع راح تكون إيش مذموم غاية الذم. ولذلك رب العالمين يعني ما حرم عباده من الطيبات وإنما نظم لهم الطعام والشراب والنكاح. نعم.
رحمه الله تعالى. طيب خلينا الآن نركز على ما قرأناه من الجوازم. قلنا الآن جوازم منها ما يلزم فعلا واحدا، ومنها ما يلزم فعلين، وما يلزم فعلين منها حرف إن والباقي أسماء. وفي ما هو مختلف فيه، هل هو اسم أو حرف؟ فالراجح أنه حرف، والثاني الراجح أنه اسم، وهو واحد. واحد مختلف فيه والراجح أنه حرف، وواحد مختلف فيه والراجح أنه اسم. إذن الذي يجزم فعلين أكثرها أسماء ولا حروف؟ أسماء، بل كلها أسماء إلا حرف واحد اللي هو إن، والباقي كلها أسماء شرط. وفي واحد مختلف فيه هل هو حرف أو اسم، والراجح أنه حرف. وفي واحد مختلف فيه اسم ولا حرف، والراجح أنه اسم. إذن يقول هنا والجوازم 18 وهي لم، لما، ألم، ألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن، وما، ومن، ومهما، وإذما، وأي، ومتى، وأيان، وأين، وأن، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة. خلينا نقسمها لم، ولما، وألم، وألم. هذه يا إخوان تجزم فعل واحد. طيب لما قال ولام الأمر، لام الأمر هذه تجزم، لكن لماذا سميت لام الأمر إذا صدرت من أعلى إلى أدنى منه؟ اليوم فوق ذو ساعة المساء رب العالمين يأمر، فتكون هذه لام الأمر. الدعاء لام الدعاء، يعني واحد يقول لله عز وجل ويستعمل هذه اللام وهو يدعو، صح؟ فحينئذ يقال عنها لام الدعاء، هي نفسها اللام، إن كانت من أعلى إلى أدنى تسمى لام الأمر، من أدنى إلى أعلى تسمى لام الدعاء. من حيث الإعراب هذه وهذه كلها تجزم، لكن التسمية ما يصح أن تقول أن العبد يأمر ربه فتقول لام الأمر وهو يأمر الله، وإنما هو يدعو الله فقط بالتسمية، لكن حيث الإعراب لام الأمر ولام الدعاء هذه إيش؟ واحدة. في لام، في لا في النهي والدعاء، شوف اللام غير لا، لام، لام هي حرف واحد نسميها لام، أما لا هي من حرفين فنلفظها نقول لا، إن كانت من أعلى إلى أدنى يقال نهي، إذا كانت من أدنى إلى أعلى يقال عليها إيش؟ لا الدعاء، صح؟ لا تؤاخذنا، لا تعذبنا، لا تفضحنا، صح؟ فهذه اسمها لام لا الدعاء، ليس لام لا الدعاء. إذا كانت من أعلى إلى أدنى قال عنها لام الأمر أو لا الأمر. في فرق بين لام الأمر ولا الأمر، لا عفوا لا النهي، في فرق بين لا، لام، لام الدعاء ولا الدعاء. لام إذا قلنا لام فهي من حرف واحد قلنا عنها لام، إذا كانت متكون حرفين نقول لا، صح؟ من حيث العمل هذه تلزم وهذه تلزم، في الدعاء والدعاء، صح؟ في لام الدعاء وفي لا الدعاء. ليش قلنا لا الدعاء؟ لأنك أنت ما تنهى الله عز وجل تقول لا تؤاخذنا، تنهى ولا تدعوه؟ ها تدعوه، يعني رب العالمين يقول لعباده لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام لستم، لا تقول، هذه ينهانا، لكن نحن نقول لا تؤاخذنا، نحن ندعوه. من حيث الإعراب نسمي الأولى لا تقولوا لا الناهية، والثانية لا تؤاخذنا لا لا الدعاء. من حيث عملها في الفعل المضارع تجزم، هذا جازم هذا جازم. فلذلك الحقيقة أن لام الأمر والدعاء لها
اسم واسم، تارة تسمى لام الأمر، تسمى لام الدعاء، من حيث الإعراب هي كلها تلزم. كذلك لا النهي ينهاك لا أعلم منك، أو لا الدعاء تدعوك، من حيث الإعراب هذه وهذه كلها إيش تلزم. إن هذه إن الوحيد اللي يستقر عنها حرف يجزم فعلين، اللي قبلها أيضا حروف لم ولم ولم لكن تجزم فعل واحد، أما هذه إن هي حرف وتجزم فعلين، يسمى الفعل الأول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط أو جزاء. أما ما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما، هذه كلها إيش أخوان؟ أسماء، وإذا في الشرع خاصة، لكن اختلفوا في حرفين، اختلفوا حرفين، هل هو اسم أو حرف؟ ما هما؟ ها؟ إذما. يقول والنوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فلذلك حرف واحد وهو إذما. هذا يقول ك... لا. يقول والنوع الثالث وهو ما اختلف فيه في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فلذلك حرف واحد وهو إذما. الحرف المتفق عليه ويلزم فعلين ما هو؟ إن. الحرف المختلف فيه والأصح أنه حرف إذما، إن إذما. طيب بقي عندنا القسم الرابع وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف والأصح أنه اسم، وهو إيش؟ مهما. ها مهما هذا إيش؟ الأرجح أنه الأصح أنه اسم. على كل حال يعني هو مرور هذا قليل لكن يمر في القرآن أيضا، فأنت المطلوب منك تحفظها وتركز أكثر على ما أكثر ورودا، مثل لما كثيرة تجزم الفعل المضارع، ولما وألم وألم، والتي تجزم فعلين وكثيرا جدا، إن حرف ويجزم فعلين، والبقية تمر لكن قليل. لذلك أنا أقول إيش رأيكم يعني نحفظها عشان ننتقل للدرس اللي بعده إن شاء الله تعالى. أولا من حفظ الآن النواصب؟ أن ولن وإذن وكي، هذه أربع حروف تنصب بنفسها. أن ولن وإذن وكي حفظناها هذه صح؟ شوف جرب نفسك. أن ولن وإذن وكي هذه تنصب بنفسها، قولها. أن ولن وإذن وكي، ها هذا ايش فيها؟ الفعل المضارع بنفسها. طيب بعدها قال وكي ولام كي ولام الجحود وحتى لام كي، قال ان ولن واذا وكي على طول لام كي، بعدين لام الجحود، بعدين وحتى، بعدين الجواب بالفاء الواو واو. طيب من يسمعها؟ لام الجحود، لام كي، لام الجحود، حتى، جواب، الفاء الواو واو، قولها من اول بجيبها مع بعض. يلا ان واذا ولن كي، ان ولن، ان ولن واذا وكي ولام كي ولام الجحود حتى والجواب، والجواب فاء واو، بالفاء والواو واو. اعد ان ولن واذا وكي ولام كي ولام الجحود حتى والجواب بالفاء والواو واو. بس طيب اذن هي كم نواصب؟ قال 10 نواصب، 10. فهد ان ولن وإذن وكي، مو قلت كي على طول إيش؟
لام كي، هذه خمسة. بعدين لام الجحود حتى، والجواب بالفاء واو والواو واو، هذه عشرة. زكي أن ولن وإذن كي لام كي لام الجحود وحتى صح. طيب جرب أن لن إذن كي لام كي لام الجحود حتى الجواب الفاء أو الفاء و والواو لا الفاء والواو واو. يلا من باقي؟ أبا ما قلتها تقول أنا هي. و بالفاء و والواو و أو الجواب بالفاء والواو وأو. ها بارك الله. الآن نأتي الجوازم، كم عددها؟ 18. هذه أصعب شوي بس السوداني ما يصعب على شيء. طيب يقول أول أربعة محفوظة سهلة، ها اللي هي لم ولم وألم وألم. طيب بعدين لام الأمر والدعاء، لا لم ولم ألم وألم، لام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن اللي هو حرف يزم فعله. يلا من يجيب هذه؟ لم ولم وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وإن. ها يلا طوع لم ولم وألم ولم لام لا لا ملا لام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء وين. يلا أبا محمد لم ولم ألم ولم ولا الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء مو أنت وإن ذيك أن من نواصف، هذه إن من الجوازم. لا وبعد كم تجزم فعلين. يلا ألم ولم وألم لم وألم ألم وألم ألم وألم ولام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وإن. يلا أبا عبد اللطيف لم وألم لن ولم ولما وألم خلني بالترتيب نفسه لم ولما وألم وألم لم ولما وألم وألم ولا نهي ولا دعاء لا قبل قال لام الأمر ولام الدعاء والدعاء لام الأمر والدعاء ولا النهي ولا في النهي لا في النهي ولا في الدعاء لا مو هكذا لا في النهي والدعاء لا النهي والدعاء وإن وإن لم ولما لم ولما ألم وألم ألم وألم لام الدعاء لام الأمر ولا الدعاء لام الأمر والدعاء ولا النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وبعد إن. سويت أبا محمد فتحت لنا باب إن ولا أن؟ إن صح؟ لم ولما ولم ولما ولا الأمر الدعاء لام الأمر الدعاء لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا الدعاء لا في النهي والدعاء النهي والدعاء وإن وإن لم وألم لم وألم لم وألم 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 ولام الأمر والنهي
لا لا مو لام الأمر. لام الأمر. لام الأمر والدعاء. لام الأمر والدعاء. لا في النهي والدعاء و وإن. طيب اللي بعدها قال وما ومن ومهما. ها ما ومن لا في من شاء ما ومن سقطت عندكم مو ما في بس لحظة الآن بالشرح ما أتى بها إيه إذن أضفها ما ومن ذكر من يا شيخ إيه من يكرم جاره يحمد من يذاكر ينجح فعربت أنت كنك من يذاكر ينجح طيب ما ومن يعني كم كم باقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نقسمها 6 6 ما ومن ومهما وأي ومتى وأيانا ها ترتيب ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى بعد ما على طول ما ومن ليست من من لا خلي على المتن ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى هذول الست ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى نقرأ عن حاضر قرأ عن حاضر ما أبو عبد اللطيف ما أي. من ومهما ما ومن ومهما وإذ ما وإذ ما وأي ومتى فهد قرأ عن حاضر ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى أبا محمد ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى حاتم ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى مشعل لا ما ومن وإذ ما وأي ومتى بحميد مصطفى زكي وأيو شاري ومتى طوع عبد اللطيف ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى فيصل عن حاضر لا عن حاضر حاضر ما ومن ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى يلا طوع ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأتى ومتى ومتى إيهاب وأي ومتى الآن من يسمعها حاتم صح مصطفى زكي إذن لا ما ومن ومهما وأي وإذ ما وأي ومتى أعد ما سن أبا ماهر ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى فهد ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى صح
صح. ما ومن ومهما وأي وإذما وأي ولا وأي وأي لا وأي وإذما أي ومتى أي ليس أي 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 ومتى يلا ما ومن ومهما وإذما وأي ومتى ومتى أنا أفكر هكذا نمسك متون نحفظها نواقض الإسلام قواعد أربع أجلس شوف مع الفترة ولا ما شاء الله شيخ أي متون متون هي شيخ أي ها أيو ما لا أيو أيو أي ممكن هل عندي أيو طيب الآن من يسمع آخر واحد مشعل لا وإذ ما وإذ ما وأي حتى متى طيب عيدها مرة ثانية ما لا ما ومن ومن وإذ ما وأي حتى بعد متى احنا عدناك عشان قلت حتى بدل متى أعد الآن وانتبه المتى وليست حتى ما ومن ومهما ما ومن ولا ومن ومن ومهما وإثنى وأي ومتى ومتى طيب اللي بعدها أيانا أين طيب أنا عندي أيانا أين وأيانا تقول أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وكيفما وإذا في الشرع خاص أين وأيان واضح أين وأيان أين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص أن حاضر يلا بعد لطيف أين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشرع خاص طيب أبا حميد أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة طيب ها أنا حاضر أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة ها مصطفى أنا حاضر اقرأ عن حاضر أين وأيانا عبد اللطيف زكي أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشارع خاص إيهاب أين وأيانا وأن 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 وحيثما وكيفما وإذا في الشارع خاص من يسمعها حاتم أين وأيانا أين وأيانا أين وأيانا أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذن بالشيء خاص أبا حميد أين وأيانا وأن وكيفما وحيثما حيثما كيفما وكيفما كيفما بالشيء خاص ها زكي أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذن بالشيء خاص ها فهد أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذن بالشيء خاص أبا محمد اللطيف أين وأيانا وأن حيثما كيفما وإذا في الشعر الخاص أين وأيانا وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر الخاص من يجيبها كامل الله هذه بلا أبو حميد ها جيبها يلا حاول من أول شيء ألم على طول لم ولما لم لما وألم ولما ولام لام الأمر والدعاء لام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء لا في النهي والدعاء وإن إن تزم حرف تزم فعل نعم بعدين وإن وما ما ومن ما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى بعدين أين وأيانا
وأن حيثما كيفما وإذا بالشعر خاصة، لأن بواحد أجود ها مصطفى. لم ولما ألم وألم ألم وألم صح، لام الأمر لا في النهي والدعاء. وين ما ومن لا ما ومن ما ومن ومهما صح ومهما إذ ما أي متى أين أيانا أن أنتما وكيفما إذا الله أكبر. ها زكي. أيوة. لا قبلها في واحدة حرف ويلزم. ليه؟ إن بعدين. لا. ما. قبلها. إذ ما. إذ ما وأي ومتى. أين وأيانا وحيثما وكيفما وإذا قبل في أن حيثما أين أيانا أن حيثما كيفما وإذا وإذا في الشعر الخاص. طيب ها قول بارك الله فيك.